عنوان الأخبار المسائي قال إن بدأ مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي في إعادة ترتيب أوراقه مرة تانية بعد الجلسة اللي عملها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع الجهاز الفني ومع اللعيبة، واللي بلغهم فيها كامل ثقته في الجميع وإن هم يقدروا إن هم يواصلوا ويحصلوا على لقب الدوري المصري الممتاز، وإن هو طبعا عارف إن هم قد إيه عندهم قدر كبير جدا من المسؤولية وإن هم يقدروا يحققوا أفضل النتائج ويحصدوا كل الألقاب. كمان كانت التصريحات كابتن محمود الخطيب ليها دور كبير جدا في رفع الروح المعنويه للجهاز الفني وللعيبه، وحسوا طبعا بالمسانده الكامله من جانب رئيس النادي الاهلي، واتعهدوا ان هم يضاعفوا المجهود في التدريبات الجايه وفي المباريات القادمه ان شاء الله عشان ما يخسروش اي نقطه في اي مباراه متبقيه للنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز عشان يقدروا يحصدوا اللقب ويهدوه لجماهير النادي الاهلي اللي اكيد متضايقه جدا دلوقتي من الفريق ومن الجهاز الفني. وافق كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على طلب كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره برصد مكافئات خاصه للعيبه في المباريات اللي جايه، وكمان مكافئات خاصه عند الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز من خلال المكافاه هيتم الاعلان عنها بعد الفوز باللقب ال41 ان شاء الله في تاريخ النادي الاهلي. حرص مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي ان هو يعمل جلسه مع خالد محمود طبيب الفريق عشان يطمن برضو على كل البرامج التاهيليه الخاصه بالمصابين في الفريق عشان يقف برضو على حاله كل لاعب ويحدد ميعاد مبدئي لرجوعه بشكل سليم للتدريبات الجماعيه ويعلن الجاهزيه الطبيه للعيبه. كمان نقل طبيب الفريق كل التطورات الخاصه بحاله كل لاعب وسير البرنامج التاهيلي بشكل جيد عشان يجهزوه للمرحله اللي جايه. كمان وضع تحت تصرف الجهاز الفني وبتضم طبعا قائمه بقى اللعيبه المصابه اللي بنتكلم عنها اسلام محارب وعمرو جمال ورمضان صبحي وصلاح محسن.